لماذا تتكرر الاستفزازات الإماراتية في شبوة وسوق قطرة؟ وما موقف السعودية من الاعتداءات الإماراتية؟ هل يترك هادي رجاله في الميدان مكشوفي الظهر أمام قوات الإمارات والسعودية؟ أهلا بكم. وفقا لرسالة رفعها محافظ سوق قطرة رمزي محروس للرئيس هادي، فإن عناصر إماراتيين ومعهم قوى عسكرية من أتباعهم اقتحموا حرم مطار سوق قطرة ودخلوا إلى سجن المطار وقاموا بإطلاق عدد من المطلوبين على ذمة قضايا أمنية، ثم قاموا بتهريبهم بطائرة إماراتية متجاوزين كل الإجراءات، لافتا إلى أن المطار يقع تحت حماية قوة الواجب السعودية. هذه المستجدات وما حدث قبل أيام في محافظة شبوة، كل هذه تثير الأسئلة عن أسباب الصمت السعودي تجاه ما تقوم به الإمارات من تصرفات يعتبرها مراقبون انتهاكا لاتفاق الرياض. بالمقابل يتساءل البعض عما يمكن تفعله الرئاسة اليمنية إزاء هذه الممارسات التي تمس السيادة اليمنية. هذه التساؤلات وغيرها نناقشها مع ضيوف حلقة المساء اليمني، لكن بعد أن نشاهد التقرير التالي. من جديد رسالة أخرى لرئيس الجمهورية بخصوص انتهاكات الإمارات للسيادة اليمنية، هذه المرة في سوق قطرة. قوة إماراتية تقتحم مطار سوق قطرة بالقوة وتقوم بتهريب عدد من الأسيويين الذين كانت السلطة الأمنية قد ألقت القبض عليهم مؤخرا بتهمة الدخول للمحافظة دون تأشيرة بحسب مصادر رسمية. في الرسالة الموجهة لرئيس الجمهورية ذكر المحافظ رمزي محروس أن منفذي العملية الإماراتيين كانوا يعملون ضمن طاقم الهلال الأحمر الإماراتي في الأرخبيل، وهو ما يعيد إلى الواجهة تساؤلات تدور حول الأهداف الفعلية للمنظمة والتي توصف عادة بأنها غطاء لكثير من المهام الأمنية والاستخباراتية الإماراتية في البلاد. يقع مطار سوق قطرة تحت إشراف القوات السعودية، وبهذه العملية يصبح الدور السعودي في المحافظة مجرد غطاء آخر للعمليات التخريبية الإماراتية. في الأسبوع الماضي وجه محافظ شبوة رسالة مماثلة عن مخاوف من قيام الإمارات بدعم مجموعات مسلحة لاستهداف الجيش والأمن في المحافظة. ثمة من يضع هذه التصرفات في خانة محاولات أبوظبي لإجهاض اتفاق الرياض، بينما آخرون يعتبرونها نوعا من التخادم السعودي الإماراتي بهدف إفراغ الشرعية مما تبقى من عناصر قوتها تمهيدا لهيكلة مؤسسة الرئاسة. لكن ذلك في مجمله يثير التساؤلات عن نزاهة الرعاية السعودية لاتفاق الرياض، لا سيما وأن الخروقات الإماراتية عادة تتم في مناطق تشرف عليها السعودية بصفتها مهندس الاتفاق وضامنه الأول. ويبقى السؤال المتجدد، ماذا بقي من الخيارات بيد الرئيس هادي لإيقاف هذا السلوك الإماراتي العبثي في اليمن؟ إذن أهلا بكم مشاهدينا، وأرحب بضيفي في الاستوديو الأستاذ مهيب نصر الكاتب والناشط السياسي. أهلا بك أستاذ مهيب. حياك الله عزيز. بداية نبدأ من التطور الأبرز، الرسالة التي رفعها محافظ سوق قطرة للرئيس هادي، وفي مضمون هذه الرسالة وفي تفاصيلها هناك شكوى يرفعها المحافظ فيما يخص اقتحام عناصر إماراتية للمطار دون إذن حكومي وتهريب مطلوبين أمنيا. بداية كيف تتابع هذه التطورات وتعليقك عليها؟ نعم، حياك الله أستاذ سامي، شكرا لكم على الاستضافة الطيبة. في حقيقة الأمر علينا أن نتناول الأحداث اليمنية في الواقع الحالي بلغة مختلفة عن اللغة السابقة. نحن طالما رددنا كلمات وجمل يجب الآن أن نتناول بنبرة أعلى وبصوت أكبر لحتى تتضح الصورة بشكل أوضح. في حقيقة الأمر إذا ما نظرنا للمشهد اليمني من البداية سنجد أن اليمن الآن محتلة، طبعا وأنا أعني ما أقول محتلة، من قبل الإمارات والسعودية، والاحتلال هذا منوط به الجنوب اليمني حصرا وقصرا، بينما الشمال يراد له أن يبقى فيها الحوثيين من أجل أن يكون الإقليم على شاكلة معينة وعلى نمط معين. ما حدث اليوم هو نوع من الأنواع التي تمارسها الإمارات والسعودية، دئبت على هذا النحو منذ أن قدمت إلى اليمن. كنا نتحدث عندما تم قصف الجيش الوطني كيف الإمارات أن تقصف بينما السعودية هي قائد التحالف، وكنا نردد هذا السؤال ونفكر بأي معنى يمكن أن يحصل هذا الشيء. الآن نطرح نفس السؤال،
الذين على المطار أو القائمين بحماية المطار وحراسة المطار هم السعوديون، والذي حصل إن الإماراتيين فعلوا ما فعلوا بأي منطق؟ هذا المنطق يقول التالي: الإمارات والسعودية في خندق واحد، خندق استراتيجي لهم غاية من اليمن، غايتهم تتبلور يوما بعد آخر، وهي واضحة للأعيان، يعني ليست لا تحتاج إلى كثير ذكاء. الإمارات تعمل عسكريا بخشونة، السعودية تعمل سياسيا أيضا بخشونة، تضغط على السياسيين اليمنيين بين قوسين الشرعية لتنفذ ما أرادت، بينما الإمارات تعمل عسكريا لتنفذ أيضا ما أرادت، والإرادة هي واحدة. هناك من يعمل بشكل واضح وفاقع يفقع الأعين وهي الإمارات، وهناك من يعمل تحت الضوء، لكن في نهاية الأمر هم واضحين، هم مكشوفين، وعلينا أن نتنبه لهذه المسألة وأن نسمي الأمور بأسمائها. السعودية الإمارات في خندق واحد يبتغون من اليمن احتلاله، بل هو الآن محتل تماما، وهكذا يجب أن نتحدث بهذه المصطلحات دون ما جمجمة، دون ما إغضاء عن الواقع المتحصل في وطننا الحبيب. طيب برأيك ما الهدف مما حدث اليوم؟ ماذا تريد الإمارات مما حدث في مطار سقطرى؟ ما الهدف؟ الإمارات في نهاية المطاف هي تريد الجنوب بشكل عام، لا في حدث المطار يعني. أي نعم، في حدث المطار لها أناس، لها أناس يعينوها استخباريا سياسيا إلى غير ذلك من هذا القبيل، أرادت أن تأخذهم، ربما شعرت أنهم عارضين للخطر، خاصة أن المحافظ ذكر في المذكرة التي رفعها للرئيس هادي بأن هؤلاء مطلوبين أمنيا، فشعرت بهذا الموضوع فأخذتهم إلى الإمارات. لماذا؟ لأنهم بالنسبة لها كنز من المعلومات يريدوا أن يستفيدوا منه، فعملت ما عملت. طيب اليوم طبيعة الدورة الإماراتي، كان هناك تم إعلان أنها انسحبت من الإمارات، اليوم طبيعة تواجدها سواء في سقطرى، ما طبيعة هذا الدور؟ هل عمل إنساني من خلال المنظمات الإنسانية التابعة لها، تواجد عسكري؟ في نهاية الأمر يا عزيزي هم يدعوا شيء، يقولوا شيء ويفعلوا شيء آخر، والأقوال لا تبرهن بالأقوال، الأقوال يجب أن تبرهنها الأفعال، وما نراه الآن هي مجرد أقوال. فعلينا أن نقول أنهم قالوا أنهم انسحبوا، لكن علينا أن نرى الواقع وسنجد أنهم باقون، أنهم يمارسون. هل أعلنوا رسميا على هم أعلنوا أكثر من مرة، هم تحدثوا أكثر من مرة أنهم تبديل مواقع نعم تبديل مواقع، وفي قلب المسألة أنهم في نهاية المطاف موجود لديهم من يخدمهم، هم اختلقوا أو لهم قلب صناعي اسمها المجلس الانتقالي، هو الآن الموجود وهو الخادم لهذه الدولة والحريص على أن يقدم لها الخدمات الجليلة التي تبتغيها. طيب إذا كانت أعلنت أنها انسحبت، لماذا الآن هي مستمرة بهذه التدخلات في اليمن؟ في نهاية المطاف هي محاولة يعني مستميتة، هي تريد أن تبقى في سقطرى. نحن لو رأينا الخريطة اليمنية سنجد أن سقطرى في المحيط الهندي، سقطرى في المحيط الهندي، ليس لها علاقة بالأحداث الدائرة في اليمن. فالسؤال البديهي: لماذا ذهبت الإمارات إلى داخل سقطرى؟ لا حوثيين موجودون هناك، لا شيء موجود هناك، فلماذا ذهبت إلى هناك؟ ما المغزى؟ البحر تهريب، ما المغزى من البداية؟ لماذا تريد سقطرى؟ لماذا وصلت إلى سقطرى؟ طيب هذا سؤال بديهي. ومن ثم لماذا الجنوب فقط تم تحريره؟ ماذا عن الشمال؟ لماذا هم ادعوا ادعاء ان عاصفه الحزم قامت من اجل تحرير اليمن من الحوثيين؟ ما الذي تبلور الى حد الان؟ طيب قبل ان نغوص كثيرا في التفاصيل، نشرك معنا بالنقاش عبد الله بداهن ناشط سياسي من سقطرى حتى نطلع على تفاصيل الصوره اكثر. اهلا بك استاذ عبد الله. أهلا وسهلا. أستاذ عبد الله، بداية لو تضعنا في صورة ما حدث في مطار سقطرى. بالنسبة للأحداث في سقطرى عموما وفيما يخص الإمارات خصوصا والتجاوزات التي تتكرر من بين قيمة وأخرى، يبدو كما نكرر دائما بأن الإمارات لا يمكن أن تتخلى عن أعمالها وتدخلاتها واستفزازاتها في سقطرى خصوصا وفي اليمن عموما. بالأمس
بعد صدور القرار سلسله قرارات فيما يخص السلطه المحليه في سقطرى برئاسه المحافظ محروس. هناك قرارات في الاشهر الماضيه كانت صدرت فيما يتعلق بالدخول الاجانب وبالاخص فيما يتعلق بدخول الاجانب عن طريق المندوبين الاماراتيين من جنسيات مختلفة وتجاوزاتهم لأنظمة الدخول والخروج وأنظمة التأشيرات وفيما يتعلق بهذا الجانب. لكن المؤسف حتى بأن الإمارات ترمي بهذه القرارات والأنظمة واللوائح التي تتعلق بهذا الخصوص عرض الحائط وتتجاوز وفي العادة. بالأمس خرجت العديد من السيارات شاهدتها بنفسي عصر يوم الأمس أثناء وجود بالتزامن مع وصول الطائرة الإماراتية التي تصل عادة إلى سقطرى في رحلات متواصلة بواقع رحلتين في الأسبوع. كانت الطائرة قد وصلت عصر يوم أمس وحشد الانتقالي وما يسمى بقوات الحزام الأمني العشرات بل المئات من عناصرها بالتعاون وبالتنسيق مع الإماراتيين العاملين في سقطرى تحت الغطاء الخيري وأعمال التحالف. طبيعة النشاط الآن والتواجد الإماراتي هل هو فقط حصرا تحت لافتة العمل الإغاثي والإنساني؟ دعني أكمل لك الجزئية الأولى فيما يخص حادثة الأمس. نعم حضروا إلى المطار بالتزامن مع وجود وصول الطائرة وكان هناك عدد من الفرق الفنية من أبناء سقطرى كانوا قد حصلوا على قبول من قبل المندوب الإماراتي لحضور فعاليات ثقافية في الإمارات يمثلون سقطرى دون التنسيق مع السلطات المحلية مما جعل السلطات المحلية تمنع خروج هذه الفرق. لكن كرروا المطالبة وكرروا المناشدة وكرروا التحريض على هذا الموضوع حتى وصلوا إلى النهاية في يوم أمس أن خرج هذه الأعداد واقتحموا المطار ودخلوا بينما كانت القوات السعودية المتواجدة في المطار والقوات المسلحة اليمنية. للأسف حصل هناك شيء من التواطؤ أو على الأقل يعني التخلي عن الواجب الذي يجب ان يقوموا به فدخلوا واقتحموا حصلت اعمال شغب وفتحوا يعني بوابات المطار بالقوه ودخل حوالي 33 فرجا من هذه الفرق الى الطائره مباشره وسافرت الطائره دون اذن البرج كما هو نص البلاغ الذي تقدم به المحافظ اليوم الى رئاسه الجمهوريه. طيب المحافظ في الرساله التي رفعها رئاسه الجمهوريه قال انهم قاموا بتهريب مطلوبين امنيا، من هم هؤلاء المطلوبين؟ لا استطيع بالنسبه لي تحديد الاسماء او تحديد نوع القضايا التي عليهم، لكن هذا كان يخص السلطات المحليه والمحافظ. ولكن فيما يخص الجزئيه التي سالتني قبل قليل حول طبيعه تواجد الاماراتي في سقطرى، تعلمون بانه بعد حدوث الانزال الجوي للقوات الاماراتيه في منتصف العام او مايو العام الماضي 2018 اثناء تواجد رئيس الحكومه واعضاء الحكومه في حكومه بن دغر، بعد ذلك سمع العالم اجمع بان الاماراتيين
خضعوا لقرارات دولية وتدخلات وتدخل رأس التعالف المتمثل بالمملكة العربية السعودية، وأصبحت القوات السعودية هي القائمة بالمهام الأمنية في المطار والميناء، ولكن بقي التواجد الإماراتي تحت لافتة الأعمال الخيرية والأعمال التنموية، واستعلوا الكثير من الاهتزازات في الحقيقة. هم يتواجدون على شكل ضباط ويعني أمنيين واستخبارات بأعداد كبيرة، غير أنه المعلن بأنه عمل إنساني فقط، لكن في الحقيقة القوات السعودية متواجدة، الإماراتية متواجدة تحت غطاء التحالف أولا، ثم تحت غطاء العمل الإنساني، يمارسون الكثير من الأعمال، منها دعم الميليشيات الخارجة عن إطار الدولة، وللأسف ترمي بعرض بقرارات التحالف وبقرارات الدولة العليا وبقرارات يعني اتفاق الرياض عرض الحائط، وتخالف في كل مرة وتخرج عن فوق الاتفاقات الثلاثة. طيب سأعود لك أستاذ عبد الله، بالنسبة لك أستاذ مهيب، برأيك بعد الرسالة التي قد رفعها محافظ سقطرى، ما هي الخيارات اليوم التي ما زالت أمام المحافظ رمزي محروس؟ والله أول خيار هو فعلا أن يرفع الرسالة هذا الرئيس هادي، لعل وعسى، على أن لا جدوى منذ البدء، لا جدوى من هذه الرسالة، وربما الرئيس هادي سيأخذ الرسالة هذا أيضا وسيذهبها للسعوديين، يقول لهم ما رأيكم، حال المحافظ يشتكي. بمعنى آخر هناك عاجز، يعني عاجز يشكو إلى عاجز. من رأيي إذا المحافظ أو الشرعية ككل لا تستطيع أن تقوم بواجبها في سقطرى، لا بأس تكون الوضع على هذا النحو، ونعلن أن سقطرى اسمها جزيرة محتلة، لحتى نستطيع أن نواجه الإمارات أمام العالم بأن هذه الجزيرة التي هي ملك اليمنيين كلهم جزيرة محتلة من قبل هؤلاء الإماراتيين. مسألة موضوع اللي هي الإغاثات وما إغاثات، أنا من رأيي نحن لسنا بحاجة لهذه الأمور، لأنها في نهاية المطاف هي عمل استخباراتي محض. إذا ما نظرنا إلى التاريخ القريب سنجد أن في روسيا صدر قانون بتجريم المنظمات الدولية بأن تدخل روسيا، لأنهم يمثلوا ماذا؟ يمثلوا جاسوسية. وعندما اقترح البرلماني في الدوما الروسية ألكسندر، قال إن هذا المنظمات تتبع الممول، ولذلك هي نظر شك، هي تحت الشك بالنسبة لنا. كذلك الوقائع بالنسبة لنا كيمنيين واضحة متجلية، فلماذا يبقى الهلال الأحمر أو منظمة خليفة أو غير ذلك من هذه الأسماء، لماذا تبقى في سقطرى؟ لماذا لا ترحل من سقطرى؟ لسنا بحاجة إلى رزهم، ولسنا بحاجة إلى أي شيء منهم. أنا باعتقادي هذا هو الأساس الذي يجب أن نتجاوزه، هذا هو النقطة الأولى، يجب أن يرحلوا من سقطرى، ويجب أن لسنا محتاجين لهم في نهاية الأمر، لسنا محتاجين لهم أطلاقا، لسنا محتاجين. هل الحكومة قدمت البديل عن هذا العمل الإنساني والإغاثي الذي تقوم به هذه المنظمات عمقا ظاهريا؟ ماذا عساها أن تقدم الهلال الأحمر أو منظمة خليفة؟ ماذا عساها أن تقدم؟ لا شيء باعتقادي، ستقدم فقط أنها تحاول أن تخلخل الصفوف أكثر وأكثر، ستحاول أنها توظف أو تستخدم أناس من أجل غايات استخباراتية محضة. دائما الفقر كافر كما نقول في ديننا، وهم يستغلوا حاجات الناس، يدخلهم من هذا المداخل ثم يستخدمونهم من أجل غايتهم. المنظمات يا سيدي الكريم، المنظمات والإغاثية هذا تعمل أكثر ما تعمل المخابرات، بمعنى إن دورها حيوي، دورها إنساني محض، تدخل للإنسان من ناحية حاجته، فلذلك تستطيع أن تستقطبه إلى جوارها، تستطيع أن تأخذ منه ما أراد، تستطيع أن تستخدمه. فهذه مشكلة المشاكل في هذا الأمر. لذلك لسنا بحاجة، علينا أن نوازن، الوطن أكبر، سقطرى أكبر من الرغيف الذي تقدمها الإمارات، فلا يمكن أن نستبدل سقطرى بالرغيف الذي تقدمها الإمارات. طيب أستاذ عبد الله، برأيك ما هي الخيارات اليوم أمام المحافظ والسلطة المحلية في سقطرى بعد الرسالة التي رفعت للرئاسة؟ في الحقيقة يا أخي،
على الأقل بالنسبة لي شخصيا بت على قناعة تامة بأن السلطة المحلية السلطات المحلية في سقطرى وعلى الهرم الأعلى للدولة أنهم عاجزين أمام تصرفات الإمارات في الحقيقة. هذا شيء جلي وواضح خاصة بعد ما حصل على أبواب عدن وقصف الجيش الوطني، أصبحت القضية أصلا واضحة أمام العالم وبيان الرئيس كان واضح، ثم كلمة وزير الخارجية أمام الأمم المتحدة كانت واضحة جدا وجلية، لأن الإمارات أصبحت طرف صراع وليست طرف حل في اليمن. هذه صورة واضحة أصبحت. وفيما يخص قطرة هي جلية تماما وأقرب صورة للعبث الإماراتي في اليمن. طيب ما تقول عنه وتصفه بالعجز؟ طيب ما تصفه أنت بالعجز والخذلان من قبل الرئاسة والسلطة المحلية في مواجهة التصرفات والممارسات الإماراتية؟ البعض يقول أنه محاولة تجنيب الصراع داخل معسكر الشرعية والتحالف وتجنب أي حدوث أي إشكاليات، ما رأيك؟ نعم، هذا هو لو أن التحالف مستمر في حربه الحقيقية على الانقلاب في اليمن وتحرير المناطق المحتلة والتي تخضع للانقلاب الحوثي وتحرير صنعاء وما حولها، يمكننا أن نقول فعلا ينبغي على الشرعية وعلى السلطات المحلية في سقطرى أن تغض الطرف لتأخير الصراع الداخلي بين معسكر التحالف والشرعية، ولكن في الحقيقة العالم يرى بأن التحالف انحرف عن المسار الحديثي وأن هناك اتفاقات و طيب أستاذ عبد الله أنت موجود في سقطرى، طيب بالاستشهاد والعودة الحادثة التي حصلت في المطار، بما أنك موجود في سقطرى، ما طبيعة الدور القوات السعودية الموجودة في المطار، وهل حصرا حماية المطار على القوات السعودية؟ لأنك كنت في بداية حديثك أشرت إلى وجود قوات للجيش الوطني. نعم، بالنسبة للقوات السعودية بيان الحكومة أثناء وجود بن دغر في عام 2018 بعد يعني الاتفاق مع السعودية على أن ترسل القوات ما يسمى بقوات الواجب إلى سقطرى للوقوف على الحياة، وكان نصا كانت العبارة تقول بأن القوات السعودية تتواجد بغرض التدريب وتأهيل القوات المسلحة اليمنية في سقطرى، هكذا كان على الأقل ما خرج من يعني الاتفاق، لكن أصبح الأمر تواجد سعودي والسقطريين للأمانة لا يكون من أي عدد سعودي في سقطرى، فالدور السعودي لهم مسارع تنموية، لهم تواجد يعني لا يؤثر سلبا في الحديثة، لكن هل هناك تواجد لقوات الجيش للقوات اليمنية في المطار؟ نعم متواجدة، واللواء الأول المشاة داخلي وهو الأكبر في سقطرى على مسافة 500 كيلو متر من المطار وهو ملتصق بالمطار، ولكن أعتقد لا يستطيع أن يتجاوز القوات السعودية في أي قرارات. الكلمة الأولى للقوات السعودية، أشكرك جزيلا. أشكرك عبد الله بداه ناشط سياسي كنت معنا من سقطرى. أستاذ مهيب، في الرسالة التي رفعها المحافظ محروس للرئاسة قال أن المطار تحت مسؤولية وحماية القوات السعودية، قوات الواجب السعودية، يفهم هذا أنه حالة تعريض بالمسؤولية السعودية على ما حدث. كيف للإماراتيين أن يفعلوا ما فعلوه على مرأى ومسمع من السعوديين؟ نعم، المشكلة أنها نفرق أمرين يجب أن لا نفرق بينهم. نحن نحاول أن نفرق ما بين الإمارات والسعودية وباعتقادي هذا خطأ.
الامارات والسعوديه والفرق المحافظ، يعني نحن نناقش المجال في نعم نعم البيع. اقول لماذا فرق المحافظ في نهايه المطاف؟ السعوديه تلعب بغموض كما لو انها هو الشرعيه في خندق واحد، والامارات مجرد طفل مراهق لم يستطيعوا ان يضبطوه بعد. هذه الاشكاليه. الشرعيه لم تجد العداوه المحضه كما وجدتها من الامارات، يعني لم تجد العداوه من قبل السعوديه كما وجدتها من الامارات، فلذلك هي تحاول ان تخاطب السعوديه بذات المنطقه الذي ممكن ان تفهمه، الاشقاء السعوديين هم الذين كانوا على المطار ونحو ذلك، فهو نوع تعريض ونوع تماهي في نفس اللحظه، كما لو ان الشرعيه والسعوديه الشرعيه والسعوديه في جانب والامارات في الجانب الاخر، وهذا غير صحيح، لان الشواهد يعني وافره متضافره ابتداء من حادث اليوم او انتهاء بحادث اليوم وابتداء بالحوادث السابقه، ولعلي ذكرت فيما يتعلق بالجيش الوطني عندما تم قصفه، وكنا نتساءل هل الذي قائد التحالف السعودي ام الامارات؟ وكانت الاجابه السعوديه. طيب باي منطق باي معنى تقوم الامارات لتقصف الجيش الوطني الا بتوافق سعودي؟ فهل ممكن ان يستمر هذا التجاوز يعني والسعوديه ليست راضيه؟ هل هذا يقول عبد الله انه على مسافه 500 متر يمكن من المطار موجوده اكبر تجمع وكيان للجيش الوطني وعدد وقوه يعني. نعم. طيب اذا كان هناك تواطؤ من السعوديين، ما الذي يمنع قوات الجيش من ان تقوم بدورها وضبط ما حدث وان يكون نعم الذي يمنعهم القياده السياسيه؟ بمعنى السعوديه هي الحامي او البقبوس الرقم واحد، يعني اي جيش وطني اي لواء وطني من الجيش سيتبع السعودي، لن يتجاوز السعودي، السعودي ستكون في المقدمة، الجيش سيكون تابع لها. هذه الإشكال التي نحن فيها الآن. فبطبيعة الحال لا نستطيع أن يمنعوا الإماراتيين حتى تقوم السعودية بمنع الإماراتيين. علينا ألا نسأل الجيش لماذا لم يقوم بواجبه، علينا أن نسأل السعودية لماذا لم تعمل ذلك. هذا هو السؤال الجوهري الذي يجب أن يوجه للسعودية، لأن في نهاية المطاف فيما يخص الجيش الوطني هو مأمور في تعليمات معينة لا يستطيع أن يتجاوزها، بمعنى عليك أن تبقى تابعا للسعودية، عليك أن السعودي هم الذين يأخذون القرار، أنت عليك أن تتبع القرار الذي يقومون به فقط. فقط الرئاسة اليوم بوزارة الدفاع بالجيش بكل هؤلاء العدد لا شيء ولا دور ملموس لهم فيما يحدث، فقط رسالة محافظ شبوة قبل يومين واليوم رسالة محافظ سقطرة، فقط تبقت لهم هذه الأدوات لمواجهة ما يحصل. توصيف ما يحدث الآن، هل هو حالة خذلان، حالة تخلي؟ الخذلان ليس من اليوم، الخذلان من أول يوم. بالنسبة للشرعية، الشرعية خذلت الشعب اليمني من أول يوم، وهذا الأمور يعني أصبحت متراكمة جدا، متراكبة في أكثر من موطن وفي أكثر من موقع الشرعية تخذلنا. فلذلك لا رهان على الشرعية مطلقا، الشرعية أشبه بجثة لم تتفسخ بعد، هي ماتت انقضت ولت ولكنها لم تتفسخ بعد، وهذه إشكاليتنا نحن نراها لا زالت على قيد الحياة. هي باعتقادي خنجر مسموم في ظهور اليمنيين، لأن من خلالها السعودية والإمارات تصل إلى الغاية التي تصبو إليها. الشرعية واجهة لهم وليست واجهة لنا، الشرعية تعمل من أجلهم وليست من أجلنا. فننظر إلى اليمن، ننظر إلى الشعب، ننظر إلى الوطن، سنجد الوطن مقسم. إذا ما نظرنا إلى الخارطة السياسية في عام 1950 سنجد أن الخارطة السياسية هي ذاتها اليوم. المحتل البريطاني كان في الجنوب، الآن المحتل الإماراتي والسعودي لكن بغتره عقال، هذا الذي اختلف. بالنسبة طيب إذا كانت الشرعية تخلت عن الناس كما تقول، نعم، ما الهدف من هذه الرسائل وأن تظهر في وسائل الإعلام؟ إذا كان هذا عمل يعني بالإشارة إلى رسالة محافظ، نعم، شبوة وسقطرة، هذا عمل فردي. الشعوب والأمم لا تخلى من النجباء والشرفاء، فهذا الناس الشرفاء يحاولوا أن يمشوا عبر الطرق الرسمية والطرق السياسية، نداء استغاثة إلى الرئيس الذي هو مفروض يمثل اليمنيين، وهو في حقيقة الأمر لا يمثلهم، هو يمثل نفسه ويمثل مصالحه في نهاية الأمر، لكن هذا نداء استغاثة. وأيضا للإعلام، لو لم تكن هذا رسالة صدرت من المحافظ محروس أو من محافظ شبوة لما تحدثنا اليوم عن هذا الموضوع، فهي أيضا أداة من أدوات الضغط الإعلامي من أجل العالم يعرف ويشهد بما تحدثه الإمارات في سقطرة وفي اليمن ككل. هل يمكن أن نشهد تأثير لهذه الأصوات وهذه الأصوات التي يمكن أوصفها لأن فردية كما قلت؟ نعم. لهؤلاء المسؤولين؟ والله لا أظن ذلك أطلاقا. قد أسمعت لو ناديك تحيا ولكن لا حياة لمن تنادي.
الشرعية ماشية في نهج متخاذل جدا، حاط رأسها كالنعامة في التراب، لا تلتفت إلى جراح الشعب ولا إلى جراح الوطن، لا تعي إلى أين تمضي، هي تبحث عن مصالحها الشخصية. قدر ما نقدر نقول هناك خيانة واضحة ولكنها غير معلنة، لأن الذي يعمل بطريقة هذا لا يمكن أن نسميه وطني، هو يا أما خاين ويا أما وطني. عندما نرى الجرحى على سبيل المثال، عندما نرى الأحزان في الوطن، عندما نرى أشياء كثيرة جدا موجودة أمامنا، ماذا صنعت الشرعية؟ في ماذا ساهمت؟ ماذا قدمت؟ ماذا عملت؟ لا شيء. طيب ماذا بيدها فعله؟ الشرعية؟ في مثلا في هذه المواقف، مثلا إذا ما ركزنا على التطورات اللي حصلت في شبوة والإمارات، لأن البعض ربما يقلل أيضا منها ما يحدث، يقول أنه ربما نحن في الإعلام والبعض قد يهول من هذه التصرفات ليصد موقف ربما ضد الإمارات والتحالف. هو لماذا نقلل منها أصلا يعني؟ لماذا نقلل منها؟ يعني هي في حد ذاتها مهولة، فلماذا نقلل منها؟ ومن ثم الإنسان عندما يقرأ أي حدث يجب أن يقرأه من خلال إطار معين، السياق والسباق من المفسرات والمقيدات. علينا أن نقرأ السياق، نقرأ، تريد أن تقرأ شيء معين عليك أن تقرأ من البداية حتى تفهم الموضوع ككل. يعني عندما نقرأ تاريخ التحالف ولتسمح لي بهذا التطواف السريع، أتى التحالف من أجل قضاء الحوثيين، ماذا صنع؟ لم يصنع شيء. الحوثي بقى في الجبال في الشمال من أجل، قلت لك، تلوين الإقليم بلون واحد وهو لون الإمامة فقط. يجب اليمن أن لا يكون شاذا، يجب اليمن أن يكون مثلنا. بمعنى آخر، عاصفة الحزم من وجهة نظري هي وسيلة من وسائل الثورة المضادة حصلت في اليمن. هذا هو التوصيف الدقيق لعاصفة الحزم، لأنها لم تبلور شيء. لو لم يذهب الحوثيين، نحن لو تحدثنا أيضا الحوثيين من اللي أدخلهم صنعاء، لقلنا بإجابة قاطعة بأنها السعودية والإمارات، وهذا رؤية واضحة. لو الحوثيين سمعوا الكلام الإماراتي السعودي من أجل أن لا يذهبوا إلى عدن، لما قامت عاصفة الحزم، وهذا واضح، الواقع الآن يوضح ذلك، بدليل أنهم حرروا الجنوب وإلى حد الآن نزعوا في الجنوب. الحلقة هذا التي نتحدث الآن عنها عن ماذا؟ عن الجنوب. الحوثيين هل نتحدث عنهم؟ لا، الحوثيين الآن شهر عسل ما بينهم وما بين السعودية والإمارات. هناك إفراج عن سجناء حوثيين، وقريبا يفتح مطار صنعاء. لم نسمع شيء فيما يتعلق بالمعركة ما بين الحوثيين والتحالف. المعركة الآن أصبحت ما بين الإمارات التي هي المخلب العسكري للسعودية، وما بين الشرعية. والشرعية في نهاية المطاف لا تقدم ولا تأخر. الشرعية قلت لك في حالة موت أو جثة، لم يتبقى إلا أن تتفسخ. طيب نشارك معنا بالنقاش الأستاذ محسن الحاج، مستشار محافظ شبوة، ينضم لنا عبر الهاتف. أهلا بك أستاذ محسن. مرحبا بكم وبضيوفكم الكرام وبمشاهديكم الكرام. قبل أيام كنا نناقش رسالة المحافظ بن عدولي الرئيس هادي، واليوم رسالة محافظ سوق قطرة، والقاسم المشترك هي الممارسات الإماراتية. الأمور إلى أين تسير؟ إلى أي منحى برأيك أستاذ محسن؟ فيما يتعلق بموضوع شبوة، هو حصلت بعض التصرفات والاستفزازات من القوات من الطيران الإماراتي. والحقيقة هو هناك تواجد لقوة التحالف، ليست للإمارات فقط، هو موقع للتحالف بشكل عام في ميناء تصدير الغاز، وآخر في العلم باتجاه الصحراء. وطبعا هذه القوات أو هذه الوفد يتحرك لتغيير ولتبديل والبدلية الضباط من هنا وهناك، فلا يتحرك هذا الوفد إلا بعمر عملياتي من السلطة المحلية، من اللجنة الأمنية التي يرأسها المحافظ. وطبعا لا تمر هذه القوة إلا بعد أن يتم تفتيشها والتأكد من عدد العربات وعدد الأطقم وكذا المصرح بها. طيب، وحصل أن يقوم الأمن والجيش بالتشديد في هذا الجانب على كل المارين بطرق المحافظة. وعندما تم تفتيش الوفد في الأسبوع الماضي، يبدو أنها أثار حفيظة الأخوة الإماراتيين،
وحركوا الاسبوع الذي بعده طائرات اباتشي ترافق هذا الوفد. الا اذا الاجراءات الامنيه تمت بما هو مخطط لها وما هو معد لها ولم يأبه الجيش والامن بتحرك الطائرات وقام بالتفتيش والواجب الذي عليه وقام بحصر القوه وتفتيشها وموجب الامر العملياتي وتمت الامور بطريقه امنيه طبيعيه ما فيها اي تجاوز. طيب هل وصل للمحافظ رد من الرئيس على الشكوى التي رفعت للرئاسه؟ المحافظ هو ما هو واجب عليه كمحافظ للمحافظه ان يرفع هذه الشكوى وان يرفع هذه التجاوزات التي حصلت. وما في شك هناك نقاش يدور بين المحافظ وبين مؤسسة الرئاسة والحكومة في هذا الإطار، وما في شك أنه في تجاوب وفي نقاش وفي إجراءات تتم في هذا الجانب، وإلى حد الآن لم يعلن شيء، لكن هذا ما يدور النقاش حوله في هذا الإطار. طيب طبيعة تواجد قوات التحالف في شبوة وماذا عن القوات الإماراتية؟ الحديث يدور عن انسحاب، فما الهدف من وجود قوات إماراتية اليوم في شبوة؟ الحديث يدور عن ايش؟ طبيعة تواجد قوات التحالف في محافظة شبوة بأي هدف؟ وماذا عن القوات الإماراتية التي أعلن أنها انسحبت من اليمن ربما وسحبت قواتها؟ فيما يتعلق بتواجد القوات التحالف، طبعا التحالف يوجد له في كل منطقه جغرافيه وفي كل محافظه وفي كل منطقه يرى انها مناسبه يوجد له تواجد ولو بشكل رمزي دون عمل الضباط. لهم اعمال نحن لا نعرف تفاصيلها، لكن هذه القوات التي تتبع التحالف موجوده، طبعا هذه الموجوده في شبوه لن تتواجد باسم الامارات فقط، انما باسم التحالف، فيها ضباط سعوديين، فيها ضباط اماراتيين وبحرينيين وغيرهم. وهذا يحصل، هذا التبادل يحصل والتحركات تحصل بعلم التحالف بعلم الغرفه المشتركه في الرياض. بحكم تواجد الامارات السابق في النخبه الشبوانيه على اساس انهم تواجدوا بشبوه، هي الامارات هي اللي حركت الطيران، لكن في المحصله ان الامارات فقدت ادوات الحسم والحرب في شبوه، لم يعد اي تواجد لقواتها او للنخبه التي كانت تدعمها. شبوه اليوم كامل ترابها، يسيطر عليها الامن والجيش التابع للشرعيه، وما هو حاصل هو عباره عن ايصال رساله في وجهه نظري انه تحريك الطيران من قبل الاماراتيين هو ايصال رساله لانصارهم لايهامهم انهم ما زالوا متواجدين وما زالوا يستطيعون يعملوا شيء في محافظه شبوه، والحقيقه هي عكس ذلك تماما. طيب اطرح هذه النقطه، اسمح لي على ضيفي في الاستوديو هنا الاستاذ مهيب. اذا الهدف فقط، اسمح لي هذه النقطه اناقشها مع ضيفي في الاستوديو وساعود لك استاذ محسن. اذا الامارات فقدت كل اوراق قوتها المؤثره في شبوه كما يقول المستشار المحافظ، وفقط الهدف من الممارسات الاخيره والتصرفات هو فقط رساله فقط لانصارها واتباعها في شبوه. جميل، ممكن ان نقول هذا الكلام، لكن علينا الا ننسى ان الامارات اختلقت ادوات لها في الجنوب بشكل عام. في اغسطس من الشهر في السنه عندما تم قصف الجيش الوطني، حاول المجلس الانتقالي وحاولت ادوات الامارات ان تزحف باتجاه شبوه. بمعنى اخر ادوات الامارات موجوده، اذا لم تزحف اليوم قد تزحف غدا، اذا لم تحقق الغايه التي تصبوا لها اليوم ستحققها غدا. وهذا النوع الاستفزاز بمعنى تريد أن تقول ها أنا ذا، أنا موجودة. بمعنى آخر أصبح الصراع موجود ومحصور في الجنوب.
من أجل الاستيلاء على الجنوب. وإذا لم تستطع الإمارات اليوم أن تستولي على شبوة فالرهانة على الوقت، المسألة مسألة وقت حتى تتم لهم البغية التي يصبون عليها. طيب أستاذ محسن، يفهم من كلامك عندما تقول أن الإمارات فقدت أوراق قوتها في شبوة أنه لم يعد هناك تواجد للإماراتيين في شبوة؟ طبعا الإمارات لم يعد لها تواجد وجيش منظم مثل ما كانت تواجد الجيش النخبة الشبوانية التي يقدر عددها بقرابة 7500 جندي، تمتلك ما يقارب 600 إلى 700 طقم ومدرعة. اليوم الإمارات لا تمتلك هذا، لا تمتلك هذا القوة ولا هذا ولا هذه الأفراد في شبوة. مثل ما ذكرت لك أصبحت شبوة تحت سيطرة الجيش، وما هو تحرك للإمارات كما ذكرت لك هو إيهام لأنصارها إنها ما زالت موجودة وما زالت تستطيع أن تعمل شيء. لكن في الحقيقة أن الأمر مختلف تماما. شبوة أصبحت تحت قيادة تحت سيطرة الجيش والأمن للشرعية، وأبناء شبوة بشكل عام يعني يساندوا وبقوة بكل أطيافهم يساندوا الجيش والأمن للحكومة الشرعية. هو عبارة مثل ما ذكرت لك، عبارة عن بعض نسميها البروفات التي تعملها الإمارات. أنا لا 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 أقول أنها فقدت كل شيء، ربما إذا هناك أدوات مخفية لا ترى، أما الأدوات التي كانت ظاهرة ومشاهدة وهي مسألة قوات النخبة وتسليحها وغيرها هذه كانت موجودة. لكن إذا كان هناك أدوات مخفية لا نعرف عنها، هذه سيتم التعامل معها على أنها مثلا مجاميع خارجة عن إطار القانون، وسيتم يعني من يقوم بأي عمل يخالف القانون أو يزعزع الأمن والاستقرار في المحافظة ستتم معاقبته وفق القانون وإحالته إلى النيابات وإلى المحاكم، وسيتم الإجراءات وفق القانون وقانون البلد. أشكرك جزيلا محسن الحاج مستشار محافظ شبوة. أستاذ مهيب، هذه التطورات في الممارسات الأخيرة سواء في شبوة أو سقطرة هل يمكن قراءتها بمعزل عن اتفاق الرياض؟ هل لها تأثير على اتفاق الرياض؟ البعض يرى أنها تهدد وربما قد تفشل الاتفاق. لأن أول حاجة أن نفهم ما المراد من الاتفاق. المراد من الاتفاق هو شرعنة للمجلس الانتقالي، هذا هو الأصل الأصيل فيما يتعلق باتفاق الرياض. خلاف ذلك أمور ثانوية لا خطام لها ولا زمام. وأوضح ما يوضح هذا إنها لم تتبلور إلى حد الآن، هناك مدة زمنية يجب أن تتبلور فيها لم تتبلور. ماذا عن الحكومة المفترضة أو حكومة الكفاءات المفترضة تشكيلها؟ لم يحصل إلى حد الآن. ماذا عن بنود كثيرة جدا؟ لم يحصل إلى حد الآن. الذي حصل والذي يهم السعودية والإمارات هو عملية شرعنة من أجل المجلس الانتقالي وتقاسم السلطة، ومن ثم أن يكون المجلس الانتقالي الجنوب الذي يحلم به. للأسف اليوم نحن غارقون ربما في ما يحدث من صراع داخل معسكر التحالف والشرعية، ونناقش ذلك كثيرا ربما، وهناك كما ذكرت في حديثك تناسي للصراع الحقيقي أو للإشكالية الحقيقة انقلاب الحوثيين. ما الذي ذهب بنا نحو هذا المنحى، وما تأثيرة ما يحدث اليوم داخل معسكر التحالف على المشهد بشكل عام؟ هذه هي من المضحكات المبكيات يا سيد الكريم، أن بدل أن يكون حديثنا عن الحوثيين وعن إنهاء الانقلاب في صنعاء رجع حديثنا إلى موضوع الجنوب. هذا يوضح بأن التحالف لم يأتي من أجل القضاء الحوثي، وإنما أتى من أجل أن يأخذ كعكته في الجنوب اليمني فقط، لا غاية أخرى للتحالف إلا هذا الغاية. وإلا علينا أن نسأل ماذا صنع التحالف في الشمال؟ إذا كان الجنوب الآن تم تحريره فماذا عن الشمال؟ ماذا عن الحوثيين؟ لماذا الحوثيين الآن مكيفين مرتاحين يعني؟ ماذا عنهم؟ لماذا لم يتم القضاء عليهم؟ المسألة كلها تدور حول الجنوب، المسألة كلها تدور حول تلوين الإقليم. هذا كل الأمر.
أشكرك جزيلا أستاذ مهيب نصر كاتب والناشط السياسي، شكرا جزيلا لك، وأيضا الشكر موصول لضيوف هذه الحلقة من برنامج المساء اليمني في الغد، حلقة جديدة في أمان الله.